احنا قلنا كل نوع يحتوي على اربع انواع. اخذنا من الابسوليوت اخذنا الرينج اذا تذكرون، واخذنا من الريليتيف هو الكوفيشنت اوف رينج. رجعنا اللي في الاخير تعالوا اقعدوا هنا اللي نايمين الثلاثه اقعدوا هنا بلا زحمة عليكم. واخذنا من الريليتيف النسبي هم اربعة انواع، اخذنا الرينج واخذنا فيما يقابلنا من الريليتيف هو الكوفيشنت اوف رينج. اليوم احنا راح ناخذ النوع الثاني اللي هو الكوارتر ديفيجن، الانحراف الربيعي. قبل ما نبلش بالكوارتر ديفيجن لازم احنا نجي نفهم القانون، ولازم احنا نحفظ القانون حتى لما نجي نطبق صح. موضوع سهل بس خطواته شويه اعقد من الرنج، مو هواي شويه اعقد من الرنج. الكوارتر ديفيجن من منزل الكيو دي، احنا دائما الرموز مالتنا هي تكون اول حرف من كل كلمه، حفظوا موبايلاتكم اول حرف من كل كلمه. الكوارتر ديفيجن الرمز مالته شنو هو؟ وين موقعه؟
الصف الأول بالكلاس بي سي 1 بالكورس الثالث. راح احنا نيجي نعرف تلني المواقع من خلال مثال ونفهم عليه شنو البوزيشن، شنو الكيو 1 يساوي البوزيشن والكيو 3 يساوي البوزيشن. عندي هاي مجموعة بيانات رسول. رسول انت اعتبره هو كيو 1
والموقع رسول بالثاني صف الأول كورس الثالث الكيو 1 الموقع الثالث يعني آخذ الترتيب الثالث من البيانات هذين البيانات مالتي أمشي على مجموعة هذين الأصليات يعني. على الترتيب على 25 أشوف هذا موقع الأول هذا موقع الثاني هذا موقع الثالث موقع الرابع الخامس السادس إلى آخره يا رقم موقع الثالث 25 يا رقم موقع الثالث 25 إذن الكيو 1 شي يساوي لي 25 واحد الموقع الثالث يعني موقع الكيو 1 هو الثالث من البيانات موقع الكيو 1 هو الثالث من البيانات يا رقم موقع الثالث 25 هذا الموقع الاول موقع الثاني موقع الثالث الرابع وهكذا اجل الكيو 3 سفصر ارواحكم يساوي لك 3 على 4 + 1 12 في 3 طلع لي الكيو 3 انتبهوا 6 × 3 = 4 الكيو 3 انتبه علي الكيو 3 طلع لي 9 بوزيشن ايش قد قيمة الكيو 3 4 4 4 4 4 4 4 4 واضح؟ نعم دكتور بس اجي اطبق القانون ماشي الكيو دي شي يساوي لي الكيو 2 ناقص الكيو 1 على 2 كيو 1 على 2 كيو 3 اذا طلع 34 ناقص 25 على 2 يطلع الناتج 4.2 CQD شو يساوي لي؟ أربعة بوينت اثنين Q3 ناقص Q1 على Q3 زائد Q1 فاز نزل سوى 9 أو 5
ميت. ليه لا؟ عندي هذا المثال الثاني. احنا نفس الخطوات والحل. الخطوة الأولى شو نسوي؟ نرتب. الخطوة الأولى هي نرتب البيانات. منين؟ 11 12 من الأصابع؟
إذا كان عدد فردي وإذا كان عدد زوجي اللي حاملين المحاضرات الأولى من كانت إلكتروني. شو يقول الوسيط؟ إذا كان العدد فردي فأني آخذ هو الرقم اجمعهم وقسمهم. اذا كان العدد زوجي اجمعهم وقسمهم. اجمعهم وقسمهم على 100. اذا في 1 راح يصير 16 و 18 16 و 18 16 و 18 الصيغة هذه أنا إيش كاتب لك إياها بالملزمة؟ انتبه عليه. U1 شو يساوي لي؟ 11 زائد 12 في 0.5. 0.5 هي معناتها نص. نعم. تمام؟ يعني الصيغة هاي ولا هاي أنتم الأسهل لكم. أنا هاي نكافة تمام؟ تقدر تكتب هاي أو ما عندي مشكلة. طلعنا مثل Q1 هذا المثل وطلعنا الـ Q3 أجي أضبط القانون الـ CQ العفو الـ QD DQ والـ CD QD 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 مجرد أقضى القانون